هدوء حذر يسود بعض الشوارع الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة بعد أن كادت قوات الجيش المدعومة من التحالف أن تحقق اقترابا من ميناء الحديدة، ويرجع مراقبون توقف المعارك إلى الضغوطات الدولية البريطانية تحديدا. معارك الأيام الماضية أسفرت عن سيطرة قوات العمالقة على العديد من المواقع المهمة التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن الكثير من المؤسسات المدنية والاقتصادية قد تم تأمينها، منها شركتا العليم والحمادي ومخازن التبريد. ووسط دخان المعارك تكثف الأمم المتحدة قلقها من مصير الأماكن المدنية، خصوصا مخازن الأغذية، حيث سقطت أكثر من 50 قذيفة على مجمع الصوامع الغذائي بحسب برنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن هذه الصوامع تلبي حاجة 3 مليون شخص. وقد دعا البرنامج العالمي السعودية إلى السماح بالوصول إلى مخازن الأغذية التي سيطر عليها التحالف. كانت شوارع مدينة الحديدة قد شهدت حرب شوارع بين ميليشيا الحوثي وقوات العمالقة بعد عملية عسكرية أطلقت في 2 نوفمبر الجاري أدت إلى السيطرة على البوابة الشرقية للمدينة والعديد من الشوارع والأماكن الهامة. لكن توقف المعارك يزيد من تخوفات المدنيين الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب وليس توقفها، وفيما يبدو فإن إنهاء الحرب أضحى أمنية اليمنيين التي يصعب تحقيقها.